تفوق كارتيرون النهارده على مستر فايلر. اولا مبروك كابتن حلمي، الف مبروك. شكرك. وتفوق عليه بدايه الماتش يعني احنا اتكلمنا وقلنا التشكيل وتوظيف اللعيبه وكده، وواضح ان الزمالك حتى مش متسيد المباراه. يعني هو النهارده واضح ان مش يوم النادي الاهلي، في كم فرص مش طبيعي ده الجول، يعني جول التعادل داخل اللي هو بالخناقه يعني زي ما بيقول. لكن توظيف اللعيبه في الملعب هو ده المهم. اما بنزل دايما في مكاني وعندي ارتياحيه وعارف مين على يميني ومين على شمال وحافظ الشكل وحافظ المكان اللي بتحرك فيه، خلاص انا ما عنديش مشكله. واضح ان لعيبه النادي الاهلي كلها نازل في سنه قلق. اوحش حاجه لعيب الكوره ان هو ينزل الملعب ويبقى مشغول بحاجه، مشغول مثلا بيلعب في مكان جديد فانا هادي فيه ازاي. يعني مثلا مثال محمد مجدي بيلعب ناحيه اليمين، هادي فيه ازاي؟ فهو مشغول، انا هطلع امتى وهرجع امتى، طب هخش في قلب الملعب، طب مين هيطلع. كل المشاكل اللي حصلت في الشوط الاول ده اتكلمنا عليها. الشوط الثاني عالج بعض المشاكل، الشوط الثاني ضغط كويس قوي، متسيد المباراه، متسيد الشوط الثاني كويس، وتعادلت 1-1. بعد التعادل 1-1 ده رجعت تاني، يعني ما كملتش ضغطك وبتدور على الهدف التاني، وسبت المساحات اللي لعيبه الزمالك لعبوا عليها. وكارتيرون واضح انه بيلعب على حته القلب. لو جبت كل هجمات نادي الزمالك يا ايمن كلها، كله بيلعب على القلب، بيلعب على مصطفى دايما، حتى من على الاطراف، لا واحد هنا وواحد على اليمين وواحد على الشمال، ودايما حد بياخد من ورا الباك العكسي. ودي يمكن هي مشكله على فكره اللي حصل النهارده. الاخطاء عادي جدا في كره القدم، المهم تتعالج. يعني خطا في الهدف الاول التمركز بعلي معلول يتعالج. شريف المقابله هنا بتاع اللعيب كان لازم يهدى كام شويه، لان هو يعني ياسر لازم كان ما يدخلش هنا، ايمن هنا ما يدخلش، ما كمل مع اشرف بن شرقي ودايما خليل بره، طلعه على بره، طلعه على بره. لكن طبعا اشرف بن شرقي النهارده لو انا هاخد نجم مباراه هاخده هو، اساسا عامل مباراه هايله. راجل عامل هدف الاول حلو قوي وباصص وعارف بيعمل ايه، تكمله زيز من ورا علي معلول ماشي خطا، لكن يتعالج. هي كره القدم طول ما انت بتلعب انت بتتعلم من اخطائك. هنا الهدف التعادل بعد ضغط رهيب من الشوط الثاني. الشوط الثاني انت خلاص تسيادت الشوط الثاني ليه ايمن؟ عملت حاجه واحده بس، رجعت كل واحد مكانه، خلاص كل واحد رجع مكانه. عايز حاجه؟ بس ما كملناش بعد الجول. ما انا هقول لك، ما دي مشكله. انا قلت خطا بعد الهدف ايه؟ ما كملتش ضغطتك، والزمالك خلاص بدا ينكمش وحس ان هو امتلاك الكره كان في الشوط الاول الزمالك مش موجود. أي. مع طبعا وجود تعب بدني طبيعي جدا زي يوسف اوباما لما خرج وكده، الى ان الكره دي. يعني انا مش عايز احمل ياسر الهدف كله، طب هو مين اللي كان معاه اللي عامل الكره بالعرضيه دي؟ حازم. مين اللي عملها؟ ما فاضي يا ايمن دلوقتي في مشكله النهارده يا ايمن. بص مين هنا؟ بص يعني حازم مشي واحده والثانيه ولعب الكوره، بيلعب كوره اريحيه كويس. لا مفيش حد غلط، مفيش مقابله صح. النهارده يؤخذ على لعيبه النادي الاهلي يقول الله ينور عليك، مفيش ضغط خالص. لو جبت المباراه كلها كده مفيش لعيب ضغط على لعيب، ولا ضغط خلق، ولا ضغط جماعي، ولا ضغط فردي، ولا حاجه خالص. يعني الهدف يقول لك ان مفيش ضغط ايه هنا. يعني ياسر الخطوه اللي خدتها ورا، طب ليه ما خدهاش لقدام؟ صحيح. يعني هي يعني هنا بعد، لا هنا خد الكوره ليه؟ ممكن اكمل كمان يا كابتن معاه؟ ماشي. يعني صناع عالي، وهي عليت يعني هي. بص هو مصطفى طبعا استلام حلو قوي، بس في وقت قليل قوي ايمن الكوره عالية. الوقت ده الخطوه اللي خدتها ورا، طب ما خدها قدام. خلي بالك كابتن، انا عايز اقول لك حاجه في الكوره دي. ما تنساش ان مصطفى محمد ياسر كان مواجه ومصطفى محمد ظهره للجول. ظهره للجول. يعني ودي اصعب دي بالنسبه للديفنس اسهل. اسهل بكتير. ما عشان كده بقول لك يعني طبعا انا بثق في الراجل في مصطفى محمد ده، يعني هايل، هيبقى فرد مصر يعني مفيش كلام. لكن استلامه الكوره استلام كويس بس عاليت. الفتره دي يا ايمن الخطوه اللي خدتها ورا ياسر لو خدتها لقدام كانت مساحه التسديد اللي عملها مصطفى دي مش هيلاقي المساحه دي، لكن مصطفى لقى فرصه سدد بمهاره يعني يحصل عليها. طبعا الشناوي بعيد كل البعد عنها ما يسالش عنها، لكن في اخطاء النهارده حصلت في لعيبه النادي الاهلي كويس. انا موافق احسن يعني كويس حصلت النهارده. ضغط مش معمول، ولا بقول لك فردي ولا جماعي، التغطيه العكسيه وحشه جدا النهارده. لازم اقول ان كارتيرون الف لعبك، هو ما همهوش امتلاك الكره ايمن قد ما همه ان هو يبقى مؤثر، وهو وصل للنقطه دي ماشي. الحظ كان معاه انا موافق، لكن هو دارس كويس قوي وحاطط الافراد اللي هيساعدوا خطته. كل مدير فني، وانا كابتن حلمي طبعا ما شاء الله، بيدور على الافراد اللي تناسب طريقه لعبه. يعني هل عادل ينفع في المكان ده ولا يوسف احسن؟ لا
هو اختار صح وخد من كل لعيب اقصى مجهود عنده. يعني كابتن حلمي بيقول لي كلمه، بيقول لي الهدف الثالث جه والزمالك ناقص واحد، يعني ساسي بيلعب باك ليفت وعبد الشافي كان خرج وجي فيك الهدف الثالث برضو، لعب كوره مرتده على المساحات، واللي عامل التمريره التحفه دي اشرف اللي هو نجم المباراه النهارده. فهو بص هو واضح فلسفته النهارده في المباراه ايمن، انا عايز اوصل لمرمى الاهلي باقل تمريره موجوده واقل مجهود بالنسبه للعيبته هو. يعني الهدف الاول اشرف مجهود فردي، الهدف الهدف الثاني التمركز مصطفى. غلط مصطفى محمد، الهدف الثالث طبعا ونجم عامل كوره جميله بصراحه طبعا. ما فيش حد يفكر تفكير الراقي ده غيره هو وتمريره بن شرقي، هو بن شرقي نجم المباراه. لكن بص ايمن هقول لك حاجه، ونجم بص ونجم يعني اي حد غيره هيشوط مظبوط، لا هو رايح لامح لامح اسامه، لامح اسامه وشايفه واخد خطوه كله قال هيشوط، لا هو عمل واحده بالعرض سهله جدا جدا جدا، هدف هدف حلو. فده هو ده اسلوب نادي الزمالك، استغل المساحات. كارترون عرف يستغل المساحات كويس قوي النهارده، يعني مش عيب نتكلم عنه على فكره، اديله حقه. مستر فايلر اداره المباراه بدايه متعثره وبعدين لحق عدل بعد 1-1 كانت محتاجه ضغطه تاني، لكن ساب شويه تاني اللي هو يعني عارف انت ايام لما تتعادل وتحس ان انت اطمنيت شويه، الكوره معايا في رجلي كتير وانا اللي ضاغط. أيوة. مفيش حاجه اسمها اطمئنان في الكوره غير لما الحكم صفر. مبروك للزمالك 3 نقاط، هارد لك النادي الاهلي، مش نهايه الكون خالص، كويس اللي حصل المباراه النهارده، ناخد الاخطاء اللي فيها. لكن النهارده لما لعيبه الاهلي بعذرهم في حاجه النهارده، في يعني سوء حظ واضح جدا، لكن مبروك نادي الزمالك وهارد لك النادي الاهلي. كابتن محمد، الكابتن علاء اتكلم